عندنا واحد التتبع، واحد المراقبه جينوميه اللي كنديروها اسبوعيا عندنا في اربعه ديال المراكز. اليوم تبتات عندنا، كنا عندنا عليها مسبقا انه كاين اربعه ديال السلالات اللي هما بريطانيين، اما الجنوب افريقيا الحمد لله ما كايناش عندنا، ما دخلش المغرب، خصنا نزيدو نحتاطو باش هاد السلاله ما تدخلناش. اذا كاينين اجراءات اتخذتها البلاد، وخصنا كذلك نبقاو حتارسين على هاد الاجراءات الوقايه، لان كما كان الحال الاختيار ديال المغرب من ناحيه النوع ديال اللقاح، فهو النوع ديال اللقاح ديال واحد الفيروس اللي هو كامل، فبالتالي يعني كتبقى الفعاليه ديالو والنجاعه ديالو على، واخا يكون عندنا تحورات فيروسيه كتبقى عنده النجاعه ديالو. البارح خديت التلقيح ديالي كسائر المواطنين، ملي دخلت السنه في المسائل الخانه ديالي ضروري باش نتلقحوا، لانه اول واحد اللي عطى البديره عطى سيدنا الله ينصرو، فبالتالي من بعد منا الخيرات خصو يكون كلي، هذا ما فيه الخير للبلاد والمواطنين ان شاء الله.